يجري العمل داخل جميع الأروقة والمواقع التي من المقرر أن تستقبل أول أيام العروض والندوات للدورة 25 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة. وكعادتها تتأهب المدينة الجميلة الساكنة في قلب مصر والمصريين لاستقبال زوارها وضيوفها ومحبيها. في احتفالية سنوية تبدأ هذا العام بحفل افتتاح دورة اليوبيل الفضي مساء الأربعاء 28 من فبراير، وتستمر فعالياتها حتى حفل الختام وتوزيع الجوائز في 5 مارس المقبل. تغطية يومية حصرية ومميزة للفعاليات جميعا في رسالة من قلب الحدث إلى قلوبكم مشاهدينا، مشاهدي الوثائقية المصرية ومحب السينما والفن والإبداع.